أهلا بكم في أخبار شوت لهذه الحلقة. وصل صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عضو اللجنة الأولمبية الدولية إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس ليترأس وفد المملكة المشاركة في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية 25 التي ستعقد في مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين. وكان في استقبال سموه لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين ترك الماضي وعدد من المسؤولين في اللجنة الأولمبية الأرجنتينية. ترأس الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في اللجنة الأولمبية العربية السعودية منيف الدوسري الاجتماع التنسيقي مع أمناء وممثلي الاتحادات الرياضية التسع المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الثالثة التي ستقام في أندونيسيا خلال الفترة من 13 حتى 25 من ذي القعدة الحالي. وكشف خلال الاجتماع العديد من الجوانب التي ستقدمها اللجنة الأولمبية للبعثة من حيث المتابعة والتقارير اليومية لكل منتخب منذ وصوله إلى مغادرته. عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا تضمن جدول منافسات الدورة للمنتخبات المشاركة وأماكن إقامتها والقرية الأولمبية وسكن الوفود وجميع المرافق الرياضية والملاعب التي ستحتضنها المنافسات، ثم تم التعريف بدور اللجنة في الدورة ومهامها وتقسيم أدوار العمل على أعضائها، كما تم اعتماد القائمة النهائية لكل منتخب مشارك. يلعب المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم أمام نظيره البحريني يوم غد الخميس في لقائه الثاني بالبطولة الخليجية 10 والمقامة حاليا في قطر. ويسعى لاعبو الأخضر لتجاوز الخسارة الأولى أمام الإمارات، ويحتاج المنتخب للفوز بعدد وافر من الأهداف لتجنب الحسابات في مباراة البحرين والإمارات المقبلة. وعلى صعيد التدريبات ركز المدرب أنطونيو على معالجة أخطاء المباراة الماضية وإطلاع اللاعبين على نقاط قوة وضعف الفريق البحريني مع إعطاء تعليمات خاصة للهجوم والدفاع. أجرى نادي الاتفاق مخالصة نهائية مع اللاعب سلطان اليامي، حيث قام بإجراء المخالصة مع اللاعب مدير الاحتراف وشؤون اللاعبين بالنادي خالد الحوار، وبذلك يكون اللاعب سلطان اليامي خارج منظومة لاعبي الفريق الكروي الأول في هذا الموسم. اختار الاتحاد الدولي لألعاب القوى اللاعب حسين السبع عضوا في لجنة اللاعبين بالاتحاد اعتبارا من مطلع عام 2014 وحتى عام 2017. وجاء هذا الاختيار خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة والذي عقد بالعاصمة الروسية موسكو. ويعد السبع واحدا من أبرز لاعبي الوثب الطويل وصاحب ألقاب دولية على المستويين الدولي والقاري، وقد شارك الأخضر في عدد من الفعاليات والبطولات الدولية، كما يعتبر أول لاعب سعودي يتخطى حاجز 8 أمتار في مسابقة الوثب الطويل. كنتم مع أخبار شوت، عودة للزميل تركي العجمان.